لعدم فهم الذين يشتغلون بعلم الفقه خصوصا، ليس يعني الكل، بعضهم، وكثير من الناس افتاءهم في الدين بسبب أنهم لم يفهموا معنى الاجتهاد. وقبل أن أبدأ بالاجتهاد لغة واصطلاحا وما يذكره العلماء، أريد أن أمثل بمثل يوضح معنى الاجتهاد الذي يريده الإسلام. الآن عندي بشر، وهؤلاء البشر من خلال شخصياتهم يظهر أن هذا الإنسان مؤهل أن يدرس الهندسة، تحتاج إلى عقلية جبار، يدرس الطب، عقلية جبار، يدرس الطيران، عقلية جبار. فهذا الإنسان نفسه فيه ملكة، يعني فيه خاصية، مؤهل أن يدرس هذا العلم. بعض الناس ليس بمؤهل، أخذته ودرس في الطب، درس في الهندسة، ترى فشل وراء فشل، كما نسمع الآن بعض الناس الذي أراد أبوه أن يجعله طبيباً يذهب إلى دول الغرب ويجتهد سنوات ويدفع الأموال ويتحصل على هذه الشهادة، فيبدأ الآن يشتغل في البشر، فتسمع نسي مقص في بطن فلان، أخطأ في كذا فقتل فلان، أخطأ في كذا، بعض الناس أزال له الزائد وليس عنده زائد. فأولا الملكة خاصية، الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان عليها، ليس كل إنسان، انظر إلى البشر تقول هذا مستحيل أن يكون طبيب، مستحيل أن يكون مهندس، وأنا أمثل بالأمور المشهورة عند الناس. وهذا الإنسان لو جاء أن يجتهد في الطب، لو حفظ كل كتب الطب لا يصبح طبيبا، ولو حفظ كل كتب الهندسة لا يصبح طبيبا. إذا الحفظ أيضا لا يجعل هذا الإنسان أن يكون مؤهلا في أن يعمل عملية في قلب إنسان أو معدة إنسان. فإذا عندي إنسان ذكي عنده ملكة الله سبحانه وتعالى جعلها فيه يطلب العلم الشرعي، وجاء هذا الإنسان حفظ الكتاب وحفظ السنة وحفظ، هل هذا يجوز له أن يفتي؟ يكفي لا يكفي؟ طب في طبيعة البشر ماذا يفعلون؟ يذهب إلى المختصين فيبدأون يدربونه على هذا العلم، علم الطب، 5 سنوات طب عام، ثم يدرس 2 سنين يتخصص في مسألة، ولا يقول له أنت حفظت الكتب، لا، يجب أن ينزل إلى الميدان ويتدرب على هذه الأدوات. وكذلك الذي يشتغل في الفقه ويريد أن يبلغ مرتبة الاجتهاد لا يكفي أن يكون عنده الملكة، هذه الملكة قالوا شرط من شروط الاجتهاد أن يكون عنده هذه الملكة، صفة جبلية الله سبحانه وتعالى، أو غريزة الله سبحانه وتعالى يخلقه عليها. غالبا قالوا بعض الناس عنده ذكاء يكتسب هذه المرتبة، يعني يكون ذكيا فيبذل جهد عالي مع العلم يبلغ هذه الرتبة، لكن غالبا عند الناس لا يبلغ هذه الرتبة إلا من الله سبحانه وتعالى خلق له هذه الخاصية. كما ترى في بعض الناس عنده خاصية القيادة، عنده خاصية الصوت، عنده خاصية التفكير، عنده خاصية الجود. فلا يكفي الإنسان أنه عنده الخاصية، ولا يكفي أيضا أنه حفظ الكتاب والسنة والعلوم، لابد أن يشتغل مع المختصين وأن يدربوه على استعمال هذه العلوم. كما الطبيب له ملكة وأيضا يطلب العلم، أيضا دربة على هذا العلم.
فمن أجل ذلك قال الأصوليون أركان الأصول الأدلة هذا ركن منها، وكيفية استخدام هذه الأدلة. من الناس، أنا كنت في ما مضى أعمل في الأعمال الإنشائية، أنا ما درست في المعاهد، كان يأتي بعض الطلاب يدرس في المعاهد يحفظ جميع القوانين، لكن إذا قلت له اعمل لا يستطيع أن يعمل. فقالوا طرقه على سبيل الإجمال القواعد الكلية أن يحيط بها، وكيفية الاستفادة منها، كيف يرتب الأدلة، كيف عند التعارض، كيف الآن يرجع ما لا نص عليه إلى ما له نص من قياس، ويبحث في العلة وأركان العلة ومسالك العلة وإلى ما يتبع ذلك. وهذا ليس الآن مكان هذا الكلام، لكن هذه إشارة. وحال المستفيد، أي الذي عنده أهلية الاستفادة من هذه الأدلة. فتذكر دائما مثال الطبيب، طبيب له ملكات خاصة، لا يكفي الحفظ، يجب عليه أن يتدرب، ويحتاج إلى سنوات، ويحتاج إلى مختصين حتى يدربوه، لأن من أخذ علمه من الكتب آلت فيه الأمور إلى الضلال. لابد من المشايخ. فكثير من الناس عندما خفي عليه هذا المعنى الآن بدأ يقول في الدين برأيه، يسمع آية، يسمع حديث، ويتكلم في الآية وفي الحديث على هواه وعلى مزاجه. طبعا أنت ليست عندك الملك، ولم تطلع اطلاع كامل على هذه العلوم، ولم تحصل آلة هذه العلوم، ولم تتدرب وتتخصص على يد المختصين، ولم تخوض في هذه الميادين، فكيف الآن تفتي كما نسمع سائق التاكسي، ونسمع سائق الباص، ونسمع الدكتور يتكلمون في الدين؟ ليس الكل، البعض. ما هو السبب؟ خفي عنهم معنى الاجتهاد. والذي دائما يستخدم معهم هذا المثال، مثال الطبيب، مثال المهندس، مثال الطيار، مثال الميكانيكي، مثال البناء، يفهم الإنسان المقابل أنه الآن يتجرأ على الكلام بما لا يعلم. لا يتجرأ أحد من الناس الآن ويتكلم إذا مرض إنسان يقول له خذه إلى الطبيب، خذه إلى المستشفى، لا أحد منهم يتجرأ أن يعالج، إلا إن كانت عارضة له مثل هذه الحالة فيقول ائتي به، ائتي بالدواء الفلاني، أو افعل له كذا، أو افعل له كذا، يكون عنده تجربة. والله أعلم.